عسلمة 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 عسلمة، مرحبا. عايشك، لاباس عليكم؟ الحمد لله. عايشك، قدموا لي رواحكم. جميلة، مرحبا مدام جميلة. انت عايشك؟ وي وي اي وي ام بنت جميلة. حابين نحكي شيء على علاقة الأم بنتها في 2022، كيفاش تكون؟ أكيد اختلفت على علاقة الأم بنتها في معناها قبل. لا، بالنسبة كما كنت عايشة مع أمي كما عايشة بنتي تو معايا. فهمت؟ نحكي كل شيء لبعضنا، أسرارنا مع بعضنا، وكل شيء مع بعضنا. ما نضركوش على بعضنا حتى شيء. الأم قبل كانت صديقة بنتها؟ كانت أمي صديقتي. تحكي لنا كيما تو معناها؟ كيما تو، كيما تو، كيما قبل. تحكي لنا على كل شيء، نحكوا على كل شيء، ما نضركوا عليها حتى شيء. خاطر ديما نشوفوا اللي الوقت نتاعك انت مش كيما الوقت نتاع بنات توا هكا ولا؟ والله الا كان يحبوا يخلوا الوقت ينجموا يخلوا الوقت. فهمت؟ انت حره تحب تخلي الوقت، تخلي الوقت، تخلي الوقت لعائلتك، تخلي الوقت لكل شيء، لكن ما تحبش تخلي وقت، ما تحبش تخلي وقت. بالنسبه لي انا نخلي الوقت لعائلتي، اولادي وهم كل شيء في حياتي. كل شيء، كل شيء في حياتي اولادي. وام الكبيره معناها هل هي مميزه في خواتها ولا بالنسبه ليك؟ بالنسبه لي، بالنسبه لي عندي الاولاد متميزين اكثر منها هي. الام ديما تدلل اولادها؟ لا والله لا، اولادي ياسر حنان عليا، مش كم الشباب اللي فيهم طويك هكا البرة. لا، اولادي حنين معايا. فهمت؟ اولادي تصورهمش لقى شباب اخرين كيما اولادي في كل شيء. ولادي عاقلين متربين يصلوا محد خاطرهم الحكايه الفارغه وكل نتاع الشباب نتاع تو. هذه نتيجه التربيه نتاعك مدام؟ انا وابوهم واقفين ليهم الحمد لله يا رب. اللي ما عملتوش انا قبل عملت الاولاد. شنو الحاجات اللي تمنيت تعملها؟ تمنيت انا نقرا ونوصل. انا ما وصلتش في قرايتي، قلت ربي نحب نوصل لاولادي. علاش ما وصلتش مدام؟ انا كنت بقى ريفيه، مش كيما الريف قبل، كيما الريف تو. تصور نتاع بين ولاد بنزرت، يعني مش كيما فهمت، مش كيما قبل الريف كيما تو. اما كان مخك في القرايه وتحب توصل، كنت تحلم؟ نحب القرايه. اما قبل كانت مثلا المكتب بعيد عليك 20 كيلومتر 30 كيلومتر، تقرا جمعه وجمعه في الشتاء ما تقراش خلاص. بالنسبه لتو يقرا، نحب اللي ما عملتوش انا نعمل الاولاد نوصل اولادي. هذيك الحاجات اللي انت ما وصلتش عملتها قلت خليهم ولادي يحققوها. نحب نحققهم لاولادي. قلت لي علاقتك بوي ام كيما علاقتك بامك قبل. انا حسيت الوقت الحقيقه مختلف. كيفاه؟ مثال قبل كنت نجم تلبس كيما وي ام توا؟ خليك امك؟ لا قبل والله متفتحه امي، ماهيش هكا المراه اللي برا في الريف. امي متفتحه، ماهيش هكا المراه اللي بابا سنه يرحم متفتح. بارك الله خاطر عند العائله كل ما هذا ماشي كل متفتحين الحمد لله. فهمت؟ الراجل هذا متفتح يقول للبنت البس كيما تحب. فهمت؟ مع شوك الراجل اللي حزار عادي ما عندوش شكل. فهمت؟ كل واحد ومخه هكاك. فهمت؟ ثم البول متفتح وثم البول ليه. خلينا هكا نحكيو شويه مع وي ام. وقتاش وليت تحكي لامك؟ ليش شو من طفوله سي ديجا اسرائيل كل بريسك عندها تعرف عليه كل شيء. ديتايل كثير وديتايل قليل. داكوغ شو فما حاجات صحيح تنجم تحكيهم لامك بازيك، لكن فما حاجات ديما يبقاو سر بينك وبين روحك. باسكو حتى هي كامراه وانت زاد كعالميه كل حتى الوليد فما حاجات ديما بينا وبين روحنا كي نشوفوهم فيزوالمون ولا حتى كي نسمعوا بيهم كي تصير لنا. صعيب برشا باش نلقاو مثلا حتى لو فرضا حكيتهم لامي مش في نفس السيتياسيون باش تفهمني هي فيها والا انا مش فاهمه فيها. سي تو. لشكون تحكيهم؟ والله حقيقه نجم نقول نكتب. انا مغروم بالكتابه سي ديجا. برافو. بالكتابه وي تنجم تقول خربه شيء سي ديجا نكتبها فهمتني. تنجم تكون ساعات احاسيس معناها من تلقى نفسي نكتب اي حاجه نكتبها سي ديجا هي تعرف عليها السر هذا لان نكتب برشا. فكره حلوه برشا. حاجه حلوه برشا. مزيانه برشا. داكوغ والله ساعات مثلا سوداف مثلا فور اكزومبل احنا قابلت انا وياك نجم هكا من مخي نحكي حكايه مثلا. فهمتني نكتب حاجه حتى في مخي من بعد نروح نكتبها في الدار مثلا. ساعات حتى تصير قدامي سيتياسيون مش بيجي حدا تكون مع صارت لي انا صارت حتى لعباد اخرين نجم نروح نكتبها بالحق المغروم مغروم لك افيكتيفمون. ما تحكيش لصديقه؟ والله فريمون صديقه حاليا في وقتنا هذا فما حاجات نجم تحكيها لنا فما لا خاطر سامبلومون كي باش تحكي لها كل شيء تنجم لي بوان مثلا حاجات انت ضعيفه فيهم مثلا حتى باش تحكيهم لها تحاول تستغلك فيهم.
فهمتني؟ والاستغلال هذاك حاجه خايبه فوقنا. هذا سي ديجا تويك الصديقه قليل برشا اللي يامن بالصديق. حاليا الصديقه هاني قلت لك نجم مثلا بار اكزومبل حاجه انت وجاتك مشيت حكيتها لها هي تو سامبلومون تستغلها تمشي سامحني معني تفضحك تقول راهي بها 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 في الاخر الناس الكل تستغلك على البوان هذيك. يعني كانه انسان حكى لي سر وانا بقيت نستنى فيه في الدوره باش يغلط. اكيد كي توقع هذا شو مش من الناس الكل على فكره راه فما ناس بالحق صديقه كي تقول صديقه سي ديجا صديق معناها كي تمل اسرارك على الاخر ما تنجمش تفرزهم. اي يعني قلت صعيب برشا الفرز في وقتنا هذا خاطر تو سامبلومون وقت خيب برشا مش حتى الوقت أنتو قيومي مش الوقت العبيد هي خيبت أكثر تصرفاتها بحشك كثر الكذب الحسد الغيرة النقمة ما عادش تلقى الإنسان ترتاح له أكثر من أمك. أنا برسنا هاك تشوفني سيدي جات جيت ندور أنا وأمي نتفرد أنا وأمي نعمل ما كل أنا وأمي حتى كي نحكي لها حاجة نعرفها هي كتمت أسرار. لكن حتى مع صاحبتي فرضا نمشي أنا وياها باللي باش نحكي لها أني قلت لك بتجي نهار حتى هي بدات نفسها تجرحي بحاجة أنا فهمتني وصلت حكيتها لها. هل أمك ساعات تختار لك صديقاتك تقول لك هذيك ما عجبتنيش ولا هذيك عجبتني حاجة هكا؟ لا الحقيقة أمي ما تختار ليش صديقاتي ما تحاول ديما تنصحني خاطر نصيحة الأم تأكد ما توصل الأم تنصحك إلا ما تكون عندها خبرة وشافت برشا حاجات من الدنيا هذي سيدجا العمر سيدجا هو في ذات نفسه العمر تجربة التجربة تحكي عن طريق لسانها وكا. إيه مدام شو الفرق ما بين تربيتك أنت وتربيت وئام؟ والله ثم الفرق شنو هو الفرق يعني قبل كانوا اللي الوالدين مثلا يقول لك ما تخرجش ديما ما تحوسش ديما خاطر مش كما قبل كما توا توا ناوي انا على الحريه يقول على حريتك ما نخليهاش اللي انت عاتيه فيها الثقه عاتيه فيها الثقه عينيك مغمضه عاتيه فيها الثقه وكل انت خليها على حريتها واللي خلينا نعرف اش ربيت عندك الف حق نعرف اش ربيت الحمد لله يا ربي حب لا وئام ولا الاولاد. انت عاتيه ثقه في وئام اما ساعات لما تعطيش ثقه في الانتوراج ايه هكاك نحددها مثلا نقولها راهم برشا الاصحاب اذا كان صاحبه 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 راهي تلاقي واحده صاحبه برشا ما همش انت كان واحده صاحبتك وتهزك مثلا البقايا عملها علاقه هذيك ماشي صاحبه ماهيش صاحبه هذيك عندنا ولا نقولها ولا اذا كان صاحبه تهبطك في حاجات ماشي صاحبه هذيك صاحبي لازمك لازم يكون عنده مخ يخمم فيه ويعرف الصاحبه اللي لازم يختارها اكيد. تصورك انت توا في عمر معناها نتاع وحده تعرف تخمم تعرف الباهي والخايب. اكيد العمر هذا 24 سي ديجا تفهم تفرق بين الباهي والخايب تعرف شكون تخالط وما تخالطش ساعات ما معناها تفهم عن طريق الكلام عن طريق المحادثات عن طريق التصرفات فهمتني عن طريق برشا حاجات. ان هي اكثر نصيحه قدمتها لك امك وقاعده تمشي بها؟ اكثر نصيحه شكون نقول لك امي والله ديما تقول لي ربي يسترك ويبعد عليك الظلم من الحرام هذيك كلمه برسك الناس الكل يقولوها فهمتني ورد بالك على روحك خاطر الدنيا بالحق بشر خيب وبرشا برشا برشا وقتنا هذا ديجا تسمع ساعات احداث تصدمك حقيقه تصدمك ساعات انا ما راديو نحط نسمع راديو معناها واحد قتل امه اللي جابته 9 شهور حبلت بيه 9 شهور وكونت ووصلت وقرات في الاخر على الاقل حاجه عن طريق شنو هو هذا الكل؟ ديما ترجع لاسباب للدروغ ترجع لاسباب برشا حاجات للشراب ترجع لاسباب ساعات حتى للونتوراج في ذات نفسه من الكوليج للمدرسه لليسي دونك لازم نحب ننصح انا برشا عبيد وبالاخص العائلات شويه رقابه لصغارهم نعرف الوقت طويل صعيب برشا نسير رجال يخرجوا يخدموا يخرجوا باش يجيبوا لقمه العيش تلقاها كاريه مايضه وصغارها وكتب فاهمه هذا كل فاهمه ما يحاول شويه رقابه ما يسالش حاول حتى في ما نعرفش انا في اي لحظات ما تخدمش كذا فهمتني ديما هكا بالتليفون اسال عليه كذا فهمتها خاطر هذيك بازيك حاجه بازيك في وقتنا هذا خاطر هاني نشوف معناها في لي زيتيديون اللي بعدي ونشوف حتى في المينور ونشوف في برشا حاجات خيبه كوليج بحضينا حاجه ما نحكي لكش طفله صغيره عمرها بريسك 11 سنه يخطفوا فيها طفل قتلوه مرا اونسانت خارجه مسكينه هكا بكرهبتها معناها مروحه ضربوا لها الكهرباء فشاها حاجه كتير ولا صغير معناها نحكيك في حاجات معناها تصدم حقيقه نحب جوست ننصح الاولياء شويه رقابه على الصغار اوكي يعطيه كونفيونس صحيح كونفيونس في لونتوراج هذا اعطيه له لكن حاول رقابه بينك وبينه فهمتني ونحب حاجه اخرى ماذا بيا كيفاش نفسرها لك لا اله الا الله محمد رسول الله فما مثلا صغار حاليا في وقتنا هذا عندنا الانترنت الانترنت راهو فيها البي وفيها الخايب لكن الخايب اكثر من البي في وقتنا هذا فهمتني الانترنت سي ديجا تسمع برشا حاجات صايره شيء وقف المخ شيء وقف المخ حقيقه سامحني ساعات معناها اونتر بارونتيز ما نعرفش انا طام علاقه رجلها تهبط على الفيسبوك ما حكايه اوربازيك هي رجلها في القهوه يمشي هو يحكي بها بها فهمتني وهزلك كلام زيدا
قصر عنا هزل لك كلمه صفه مش عاديه تقطيع وتليش وين مشيت وين جيت عملت شكليت انا ماذا بيك كل انسان يتلهى في روحه ورانا نلبس علينا والله حقيقه يعطيك الصحه ويام ميرسي مدام وشكرا ربي يفضلها لك عايشك عايشك